مساء الخير يا أهلا وسهلا. دكتور فيصل، ومساء الخير أستاذ غسان. بصراحة هذه أول مشاركة لي في برنامجكم الكريم، وبالتالي العديد لا يعرفني لربما، وأريد أن أقول التالي فقط لكي أوضح الأمور. أنا ابن عروس البحر، مدينة يافا الصامدة، الأكاديمي الدكتور مكرم خوري مخول، حاصل على شهادة دكتوراه رقم 387568 من جامعة لندن، وأنا من كامبريدج. طيب، وبالتالي لا أتبع أي جهة لا سياسية ولا اقتصادية على الإطلاق. ومن هنا أريد أن أنفع المشاهدين. في سوريا لم يرفع في وجه النظام إلا بعد 6 أشهر. تعرف لماذا؟ دقيقة. لماذا؟ لتصدير المرتزقة. ماشي ماشي ماشي. من 6 إلى 10 آلاف مرتزقة. أنت تقول أن تقول أن النظام يصدر الأزمة إلى دول الجوار. لا يا عزيزي، دول النوتو ودول عربية تصدر المرتزقة والسلاح والمال إلى سوريا لتخريب سوريا. كم عددهم؟ خليك دقيقة. إذا ملك عبد الله ملك الأردن اعترف ب6 آلاف، كم عم تتكلم؟ هل تعرف أن أغلب المحاربين في سوريا هم مرتزقة؟ كلهم من مش كلهم، قلت غالبية المحاربين هم من المرتزقة. دكتور، هل تعتقد أن السوريون يحاربون بعضهم؟ من يأثر؟ السوريين لا يحاربون بعضهم، السوريين يحاربون الغزاة الأسديين. خليني دكتور، أستاذ غسان، سألت سؤال. أنت سوري يا أستاذ العزيز. نعم، وأكبر شرف لي ولكل العرب، أنا سوري. ممتاز، وممتاز. وسؤالي لك، أنت قبل حراك مارس 2000 عفوا، لم افتح فمي. ممتاز، اجيبك الان. شكرا. لماذا كنت لا. جبانا؟ لماذا لم تتحرك؟ نعم كنت جبانا واقول بكل شرف. طب تستاهل. اذا الان نتحرك. لا، دقيقه بس. بدي هيك توقيع. بدي اسالك اذا كنت جبانا. طبعا بدي اسالك سؤال بس دقيقه. ثاني واحد هناك تهجم شخصي. عارف لا، مش تهجم يا اخي. مش شخصي يا اخي. سجل بس. ده تزييف. انا لا اقول. دعنا نجلب الثوره المصريه. راح لا، هذا موضوع. قلت أن كل العرب. عندما تتكلم مع أستاذ غسان تقول نتكلم عن كل المنطقة، وعندما تتكلم معي تقول فقط عن سوريا. لا، أرجوك منصفا. كلا، خليني أحكي يا خيي. كلا يا خيي، تقول لي سجل ولا بدي أحكي. هناك قتل في مصر خلال شهر 850 شخص. مش هذا موضوعي. لو ضربناهم ب20 شهر مثل ما يحصل بسوريا، وصلنا 17,000. ولدينا أكثر من 30,000. لا تصور من يقتل في سوريا. هل لديك أسماءهم في مصر؟ يا أخي نعم، هناك سجل عن ولدينا الجميع. ولدينا سجل. طب اطرحه. هل تعد المشاهدين أن تطرح سجلا كاملا لدينا بجميع سجل القتلى في سوريا؟ عفوا، هل لديك الآن الجرأة أن تقدم أو تعد؟ عفوا أستاذ غسان، أنت تتكلم دكتور مع شخص يتخصص بالمنهجية العلمية. في أي جامعة أنت؟ في أي جامعة؟ قل لي من أي جامعة أنت؟ في جامعة. شوف لي ما اسم هذه الجامعة التي تدعم. لا أمثل أي جامعة. لا تمثل أي جامعة. إذا اسكت، خليني أتكلم الآن. عفوا عفوا، استمعت إليك بما فيه الكفاية. بما أنك أنت بدأت تتكلم عندما بدأت تحمد، وأنت تعرف أنك تحمد السفارات العربية، مرتزق. تتاجر بدماء السوريين. أنت من تتاجر؟ دقيقة بس. دقيقة. أنت تتاجر. أنت وسيدك بشار الأسد. اكشف حسابات شركتك. اكشف حسابات شركتك. هذا موضوعي. طبعا حساباتي مكتوبة. أنا في بلد مسجلة. فحصوا عنك يوم أمس. دقيقة. ليست لديك شركة مسجلة في بريطانيا. دكتور. اكشف. دكتور. اكشف يا أيها التاجر بالدماء السورية. دكتور. أنت تتكلم. دكتور. هذا يتكلم. بس دقيقة. خلص. اسمع، هذه المقابلة. دقيقة. بس أنا بدي أسأل. هذه المقابلة مسجلة. أعطيني مقابلة مسجلة. أعطيني رقم تسجيل شركتك في لندن. يا أخي. أنا مواطن سوري وليس من شأنك أن تتدخل بالشؤون الخاصة. أولاً. ثانياً، أنا أتكلم معك بجواز سفر. جاوبني على السؤال. أنت تتكلم لأنك قبضت.
نعم يا اخي اوكي يا اخي طالما انك تتهمني انني قبضت يا دكتور طالما انك شركتك شركه تجاريه وانت تتكلم ونحن نعرف يا غسان التقينا ونحن نعرف انك يا هل هذا موضوعي هل انت هذا موضوعي لا تتكلم استغفر الله انت جزء من حمله اعلاميه شرسه ضد الدوله السوريه هل هناك دوله سوريه هل هناك دوله سوريه تلك الدوله التي نشات بها دكتور تلك الدوله التي امنت للملايين العيش الكريم أنك إلى أنقاض الجرام مثلك يأتون بالمرتضى ماشي أنا راح أوقف دكتور أنت أستاذ وبروفيسور جامعة ولذلك لا أقبل الافتراء ماشي. لا أستاذي خليه يحكي آن الأوان أن تتوقف الجزيرة وأن تتوقف طالما أنت ضد الجزيرة لماذا أنت هنا تعرف لماذا أنت أعريك وأعريه لذلك لأنكم أصرخ أكثر أصرخ أكثر لم يسمعك أحد لا 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 سمع آن الأوان أن يتوقف توقف الخدعة ماشي ماشي الخدعة الممولة قطريا وسعوديا ضد الشعب السوري ماشي والدولة السورية جميل جدا بس دقيقة لا لا, لا.